سيجعل لهم الرحمن ودا. طيب ليش هو زكريا عليه السلام في بداية السورة ايش كان الشيء اللي هو مهتم فيه؟ ايش الشيء اللي كان شيء شاغله؟ انتبهوا شو اللي كان شاغله. اذ نادى ربه، اذا ذكر رحمة ربه، اذا الكلام هون له علاقة بالرحمة والسورة كلها، تمام؟ الرحمة. شو كان شاغل زكريا عليه السلام؟ إذ نادى ربه نداء خفية، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. لحظة. وإني خفت الموالي من ورائي. هو اللي شاغله من يحمل الدعوة من بعده؟ مين اللي بده يحمل الدعوة؟ مين اللي بده؟ لأنه نظر حوله كأنه ما وجد يعني اللي يصلح أن يكون استمرار لحمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحمل اللواء. لاحظوا إيش اللي شاغله. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يعني يكون امتداد للرسالة اللي جاء فيها يعقوب عليه السلام، لأنه المسار هذا في إبراهيم عليه السلام لما جاله إسحاق وإسماعيل، إسحاق جاله يعقوب الذي سيعقب أنبياء، رسالة مسيرة طويلة انتهت بمريم وعيسى، يعني بحيث لا نستطيع أن ننسب عيسى عليه السلام إلى يعقوب إلا من جهة الأم. ليش قطع النسب بهذا الشكل؟ إذن لما وهب الله سبحانه وتعالى يحيى، إذن شو كان قصده فعلا؟ الذي يرث الدعوة. أي تفسير آخر غير مقبول ولا يليق بزكريا عليه السلام. هو يريد استمرار حمل الدعوة. دققوا معي، هذا بدأت الصورة بهذا الشكل مش هيك؟ زكريا الذي له هم، شو هو همه؟ استمرار. مين اللي بده يحمل الدعوة يكون هو مسيرة يعقوب عليه السلام، يرثني ويرث من آل يعقوب. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه، لاحظوا، يحيى، يعيش، وبده يمتد، ما هو طالب امتداد. طبعا مش موضوعنا مش تفسير بداية سورة مريم. طيب شو علاقة البداية بالنهاية اللي قرأناها؟ دققوا، انتوا شو اللي بيشغلكم اليوم؟ انتوا اللي بيشغلكم اليوم انتصار الحق. لأنه ايش معنى انتصار الحق؟ انتصار الحق معناته يسود الحق في الأرض وسعادة البشر وتفاصيل طويلة، ولكن انتصار الحق بيعني حتما هزيمة الباطل، لأن هذول حدين مقابل بعضهم حتما. إذن الرحمة متمثلة في أمرين، انتصار الحق وهزيمة الباطل. يعني هزيمة الباطل رحمة. وانتو شو اللي طالبينه اليوم على ضوء ما بتشوفوا الواقع القائم الآن وهالاضطرابات ومش شايفين مظبوط وين رايحة الأمور؟ وكأنه في بعض الناس بيحبوا انه لما اتحدث اني اتوه في التفصيلات، كل ما حصل حادثة هنا ولا هناك نقعد نحللها. ليش نحللها؟ لابد نعطيكم النهاية. احنا نحلل التفاصيل الصغيرة، الملك الفلاني عمل هيك ولا ورئيس الجمهورية قال عمل هيك وفلان، هذه تفصيلات تسمعوا كثير فيها في تحليلات في الانترنت وفي التلفزيونات والتفاصيل. نخوض فيها ولا نيجي لأساس المسألة اللي يعطيكم الضوء؟ ايش اللي كان يشغل زكريا عليه السلام؟ امتداد. وآخر آيات بنقرأها الآن، لاحظوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ود، كلمة ود على فكرة منكرة،
والتنكير هذا بدل على التكثير تماما. اللي كان شاغل زكريا في البداية هو اللي شاغلكم اليوم، انه استمرار الحق واهل الحق وانتصار الحق، وفي المقابل ايش؟ هزيمة الباطل. اخر ثلاث ايات اذا لما ختمت فيها السورة تتحدث الموضوع ولا لا؟ منشوف، وبتعطيكم الضوء للامام. تمام. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا الجانب الاعتقادي اللي هي بسموها عقيدة، وعملوا الشريعة العمل، تصديق وتطبيق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل، مين اللي يجعل؟ الله. بده يبرز صفة الرحمة الآن سبحانه وتعالى، سيجعله لهم الرحمن. اللي بتذكركم وين قلنا سورة مريم كلها 16 من 57 28% رحمن. هذا غير قضية ذكر الرحمة ورحمة منا من رحمتنا وردت في السورة برضو، ورد تعبير. طيب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأنا شايف على فكرة على ضوء ملاحظتي لتاريخ الأمة قديما اللي درسناه أو اللي عشناه، الناس لازم نثق الآن في الناس أكثر الحقيقة من ناحية الاعتقاد والإيمان في بتجهوا في اتجاه صح، ومن ناحية سلوك صح، لا يزال في أخطاء والمسألة بتحتاج، ولكن إحنا ما بنوزن الناس بميزان الذهب، ولكن لما نقارن بين شو كان الماضي اللي عشناه إحنا، أنا بذكر لما كنا